حصاد الجنوب، أهلا بكم. نفذت قوة طوارئ إدارة أمن العاصمة عدن اليوم الاثنين انتشارا أمنيا بمديرية خور مكسر، وذلك ضمن الخطة الأمنية الشاملة لمنع حمل السلاح غير المرخص والمركبات المخالفة لنظام المرور والجمارك بكافة مديريات العاصمة. وأوضح مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي إن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها وترقيم جميع السيارات والمركبات المدنية والعسكرية في العاصمة عدن وإزالة العاكس من السيارات ومنع انتشار السلاح غير المرخص في المدينة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال سوف تسهم في إعادة الدور الريادي للعاصمة عدن كمدينة عرفت بالحب والسلام، مؤكدا بأن الحملة لن تستثني أحدا وأنهم يعملون بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وغرفة العمليات المشتركة وفقا لتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس. بحث قائد قوات خفر السواحل بحضرموت المقدم بحري عمر عوض الصاعي مع مندوب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الدولية العقيد منير صالح الجابري سبل التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة المخدرات والجريمة على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة. اللقاء أكد على أهمية إقامة حملات توعوية بمخاطر المخدرات وتحضير لليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وذلك لتعزيز العمل والتعاون في تحقيق هدف عالم خال من تعاطي المخدرات. ورياضيا، تغلب فريق صندوق النظافة بسبعة أهداف مقابل هدفين على منافسي فريق الصحة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لدوري كأس عدن للشركات والمؤسسات لكرة القدم الخماسية في نسختها 16. منافسات المجموعة الثانية شهدت أيضا تفوق فريق مؤسسة العيسائي على منافسه البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.